بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اطلعت اليوم على أحد الردود التي يرد بها مؤلفه على كتاب سبق، ومع أن الكتاب في الجملة يعني فيه ردود أفضل من غيره من الردود، لكن أحببت أو استثارني هذا الكتاب لكي أذكر النقاط التالية. النقطة الأولى، أرجوكم 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 أي شخص يريد أن يرد على مؤلف آخر أن يأتي بحجة إما تساوي حجة الشخص المردود عليه أو أكثر، لا تأتي لنا بحجة ضعيف متلكة من هنا 20% ومن هنا 20% ومن هنا 10% ثم ترد تلك الحجة التي هي في الحقيقة أقوى من حجتك. النقطة الثانية، لا ترد يا أخي إلا إذا فهمت تماما ما يريده المؤلف، لا تقرأ فقط عنوانا أو بداية الفقرة ولا تكملها إلى نهايتها ثم تذكر أن المؤلف استدل بهذا المعنى فترد عليه بحجة لم يذكرها هو أصلا. النقطة الثالثة، أنك يا أخي غفر الله لنا ولك، إذا أردت أن ترد على المؤلف لا تنتقص من شخصه. وأنا أعجبني الكاتب الذي يعني يرد على الكتاب الذي قرأته اليوم، أعجبني فيه مؤلفه أنه يذكر مع أنه يخالف الشخص المردود عليه في يمكن في أكثر أقوال الكتاب، يعني المردود عليه في جهة وهذا في جهة أخرى، لكن أعجبني في المؤلف جزاه الله خير، وهذا مما يحمد له أنه يقول غفر الله له وعفى الله عنا وعنه، ويذكر عن بعض المخالفين حفظه الله، نسأل الله أن يغفر لنا وله أن يرشدنا إلى الصواب إلى آخره. هذه فيها تبيين لأن بأن المؤلف الذي يرد أصلا نفس سمحة، نفس مرتقية، نفس كريمة، ليس الذي يذكر ويقول أن فلان مبدل شريعة رب العالمين أو أنه المعذرة يعني فاسق أو الآخر يقول إباحي أو الثالث أنه يقول أنه عدو لله أو للشريعة. أعوذ بالله، يعني هذه ألفاظ يجب على المسلم أن يتجنبها مع أخيه المسلم فضلا عن أن يتجنبها مع شخص منسوب إلى العلم. النقطة الرابعة التي أود أن أذكرها هو قول الإمام ابن حزم رحمه الله فيما فهمته حينما قال أنه من الظلم للشخص المقابل أو للآخر أن ترد عليه بحجة هي دون حجته في القوة، ويرجع لهذا في كتاب الإمام ابن حزم الظاهري لمؤلفه محمد أبو صعيلك. النقطة الخامسة، وهذه تراجع في كتاب الإمام الغزالي مجدد حجة الإسلام ومجدد القرن الخامس الهجري للشيخ صالح بن أحمد الشامي، والتي يذكر فيها قصة الإمام الغزالي رحمه الله في الرد على المخالفين أو الرد على الفلاسفة. الإمام ابن حزم الإمام الغزالي رحمه الله حينما رد على الفلاسفة لم يأتي كما يفعل كثير من الردود التي تكون اليوم يقرأ صفحة أو صفحتين أو ثلاثة ثم يأتي بكتب الأصول وينقل منها ويجعل ثلاثة أرباع كتابه نقلا من كتب المتقدمين، لا. الإمام الغزالي رحمه الله كما يقول هو أنه درس علم الفلسفة من أصوله، استمر الإمام رحمه الله على ما أذكر سنة أو سنتين يدرس علومهم من كتبهم ويقرأها ويتعمق بها ويتعمق فيها ويقرأ ويقرأ ويقرأ، حتى على ما أظن أنه بعض الفلاسفة يعني ظنوه أنه معهم وافتخروا به ويعني ورفعوا به رأسا أن هذا الغزالي الرجل العالم المشهور أصبح فيلسوفا، ولكنه بعد أن تمكن من علومهم وبعد أن أخذ العلم من أصوله رد عليهم في كتاب لطيف صغير، ولكنه أتى على القوم فلم تقم للفلاسفة بعدها قائمة، إنه كتاب تهافت الفلاسفة. كنت أستغرب حينما أجد هذا الكتاب للإمام الغزالي وأقول يعني ما دخل الإمام الغزالي في الفلسفة وفي الكلام
عن الأمور الجدلية وغيرها، لكن حينما قرأت كتاب الشيخ صالح الشامي وعرفت أن الإمام قرأ في هذا العلم لكي يرد على القوم، لكي يهدم البيت من وسطه، لا أن يأتي من خارجه ويرمي بطوبة من هنا ويرمي بحجرة من هناك لكي يسقط البيت، لا، إنما دخل إلى البيت وفهم ما فيه ثم نقضه حجرا حجرا. وكذلك ما فعل الإمام الغزالي رحمه الله حينما ذكر في فضائح الباطنية، فالإمام رحمه الله لم يأتي وقرأ لهم نصا هنا ونصا هناك ثم استدل بكلام الأقدمين، لا، الإمام رحمه الله قرأ للباطنية وقرأ وتعمق، ثم لما ألف فضائح الباطنية نقول ذهب الباطنية، ذهب شرهم. وهذا الفرق بين الرد القوي الذي يرتكز على أدلة عقلية وشرعية قوية، وبين أحدهم حينما يأتي في ردود، يعني إذا أردنا أن نتلطف بها قلنا أنها مضحكة. فأرجو، يعني أرجو الله سبحانه وتعالى حينما رد على الكفار ذكر حجتهم الواضحة، الواضحة أقصد التي استدلوا بها، لم يأتوا بنصف النص، لم يأتي بنصف حجتهم، لا، ذكرها لهم كاملة. حينما مثلا في أول لسورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فيذكر الله سبحانه وتعالى حجتهم كاملة، ثم يذكر بعد ذلك الرد الأليم والإجابة المقنعة التي تجعلك لا تشك أدنى شك بأن ما قالوه سخافة. هكذا هي الردود. لذلك الإسلام لا يخشى أن يسمع أو أن يستمع لأي حجة، إذا كانت حجة منصفة فهي بلا شك مقبولة لدى الإسلام، أما إذا كانت حجة متهالكة فإن الإسلام لا يرد عليها بحجة متهالكة، إنما يرد عليها بحجة تجعل الذي فكر في هذا الرد يطير إلى غير رجعة. وهذا هو المنهج الذي نريد أن ننتهجه في ردودنا، أن نقول للمخالف إذا أصاب أصبت، وإذا أخطأ أخطأت، وإذا توقفنا قلنا أن هذا القول محتمل بيننا وبينك، ونحن نرجح القول الذي نراه ونرى قولك مرجوحا للاعتبارات التالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يعيننا على أن نرى الحق حقا، وأن يرزقنا بعد ذلك اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا بعد ذلك اجتنابه، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ونراكم إن شاء الله بكلمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.